مرحبا، أنا زينة حابي، خبيرة التدريب الرياضي. بدي أذكركم أن ممارسة التمارين الرياضية ضرورية ومهمة عند اتباع النظام الغذائي الصحي. بصراحة بكل يوم مهمة ممارسة التمارين الرياضية. أول تمرين رح نبدأ فيه نشد بطننا، نعمل leg raises، مثبتين حالنا على رجل واحدة 10 مرات، نثني الرجل اللي إحنا مرتكين عليها. هلأ كل ما بتقدروا ترفعوا أعلى بكون كتير منيح، بتقدروا تتنوا رجلكم كمان. على فكرة هذا تمرين جذع كمان وتوازن. نرجع نبدل الجهة الثانية، 2 10 مرات. لا حاولوا قد ما تقدروا انكم ما تميلوا، وبتقدروا تمسكوا كرسي كمان، وبتقدروا تكون رجلين منخفضة كمان 2 عشان نرفع دقات القلب. شفنا السكوات قبل هيك، بس نسرعهم هالمرة، نعمل سكوات لهذا الجنب وبعدين لهذا الجنب. 2 3 4 5 6 7 10. كمان تمرين للسواعد من الخلف، رح نقسمه لجزئين، اليدين اتجاههم للأمام. رح نعمل 1 2 1 2. كنت تلاحظوا هاي العضلة عم تتحرك، مهم تشدوا البطن كالعادة. كمان ضايلي 6. على فكرة أنا متعودة على التمارين الأصعب، بس هلأ عم بحس بالعضلة كمان. مهم كتير إنه الأكواع ما تفتح، الأكواع اتجاههم للخلف. يلا خليني أعمل كمان 3. 1 2 3. رح نطبق نفس الشيء على تمرين البطن. شفنا الكرانشز قبل هيك، بس رح نقسمهم جزئين، 1 2 1 2. كل ما بطأنا الحركة وإحنا نازلين بنحس فيها أكتر. أذكركم تخيلوا تفاحة تحت هاي المنطقة أو تطلعوا بين الركب عشان ما تزيدوا الاسترس على الرقبة. هاي نص الطريق، برضو تقدروا تقسموهم لثلاثة إذا بتحبوا. كمان 3، كمان 2. النفس كتير مهم. هاي خلصنا هاي الجولات والسيركت تريننج لليوم. حان الوقت انكم تبدوا عشان تقدروا تشوفوا نتائج كتير حلوة على جسمكم. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.